كيفية حفظ مقاطع الفيديو التي تم نشرها على حسابي والتي نشرتها، وكيفية حفظها تلقائيا بدون الضغط على ذلك الزر المعروف؟ أقوم بالضغط على بروفايل هنا، بعد ذلك أذهب إلى 3 نقاط في الأعلى، وبعدها أذهب إلى زر الإعدادات هنا، ثم إلى الحساب، ثم أسحب الشاشة قليلا وأذهب إلى المنشورات الأصلية. كما تلاحظون في ثالث خانة هنا حفظ مقاطع الفيديو التي تم نشرها. نعم، وكما تلاحظون نقرأ أسفل يؤدي تخزين مقاطع الفيديو على هاتفك إلى الشغل المزيد من المساحات التخزينية. نعم، أضغط لتفعيلها هكذا هنا، لقد فعلتها. ومن الآن فصاعدا إذا حملت فيديو على حسابي سوف يتسجل تلقائيا في معرض الصور والفيديوهات عندي في هاتفي. وهكذا قد انتهينا.